السلام عليكم متابعين الأحباء. اليوم أخذكم جولة في حياتي اليومي. اليوم عندي استراحة وراح تشوفون شنو أسوي بأيام استراحة. تعالوا وياي. مثل ما تشوفون هسا قاعد من النوم، راح أرتب وضعي وأسوي فطور، وبعدها إن شاء الله تشوفون شنو راح يصير. مثل ما تشوفون اليوم بلشت اول تمرين دراجة هوائية، وبعدين ان شاء الله نروح نركض. الحمد لله ولله الشكر، تقريبا خلصت التمرين، بس باقي تمارين إطالة وأخلص، وإن شاء الله أشوفكم يا شنو أسوي بعدها. تعالوا بي. Oh,
هسه خلصت التمرين ولله الحمد اروح اسوي ساونا. تعالي انا حاليا في ساونا بعد ما اقدر اصور، ان شاء الله اشوفكم بعد ما اخلص. Number one. صراحة بارحة نسيت أخلص الفيديو، إن شاء الله عجبكم الفيديو، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطون لايك وتحطون كومنت جميل مثلكم. إن شاء الله أشوفكم على خير الفيديو الجاي. أحبكم في الله.